يا ابني حرام عليك استناني يا ابني، انت بتدري ليه كده؟ الله يخرب بيتك، انت لازق ورايا ليه؟ ما تسيبني في حالي وتروح تلعب بعيد. لا طبعا مش هسيبك، ماما قالت لي ما تسيبهوش. ولا انت بقى عايزني اسيبك عشان تتصالح مع البنات؟ يا عم بناتي الله يخرب بيتك، انا مش شايف قدامي غير شجر وحيوانات. حيوانات؟ ايوه حيوانات. بقول لك يا حماصه، انا رايح اركب خيل، هتيجي معايا؟ اكيد انت بتخاف منهم ومش هتيجي صح؟ ايه ده بجد؟ ده انا بموت في الخيل ونفسي اركبه من زمان، وعارف بقى محدش يقدر يتحداني في ركوب الخيل. طب ايه رايك بقى؟ والله العظيم ان انا بنفسي لما اوديك عند الخيل، عشان اللي بيفضل يتعنطس كده بيجي على دماغه. اسال مجرب وما تسالش طبيب. طب يلا وهتشوف. يلا يا حبيبي، ده انت ليلتك سودة. يلا قبل ما امشي يا جماعه، اللي ما عملش لايك يعمل لايك. حبيب قلبي اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واكتبوا لنا كومنت زي العسل زيكم كده. حبيبي يلا بقى، اللي ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه. يلا يا بابا. الله المكان جميل هنا يا حاج، والله العظيم المكان تحفه. اي خدمه، ادعي لعشلي ربنا ياخدك. ايه هقصد ربنا يخليك يا حاج. يلا يا حماصه قرب، تعالى اركب الخيل اللي انت بتحبه. خلاص يا محمد جاي اهو. طب انجز يلا وتع. ايه ده؟ يا نهار ابيض، على ما اظن دي ده يا محمد ان ايدك في بوق الحصان. يا كلب، يعني شايف الحصان بيعضني وتسيبني كده وتجري يا حيوان؟ امال عايز نحوس عنك عشان يسيبك ويعض فيا انا تمام؟ ده انت ند. ويلا بقى ما تمشيش معايا تاني. لا مش هسيبك، ورجلي على رجلك. مفيش فايده، تعالى ورايا بقى في ديلت. الله يا حاج، المكان جميل قوي ورومانسي. بقول لك ايه، ممكن تشيلني؟ ليه؟ هو انت كنت اتشليتي لما اشيلك يعني كده؟ طب ماشي ماشي. بقول لك ايه يا حاج، الحق في كلب هناك اهو. يا نهار ابيض، هو فين؟ ضحكت عليه. يس يس يس. انت بقى يا حماصة بتقولي اللي انت هتفضل في ديلي ومش هتسيبني خالص صح؟ صح يا محمد، ومش هسيبك. تمام قوي، تعالى ورايا بقى. ده ايه المتان ده يا محمد؟ بص كده وراك يا هبل وانت تعرف. سلام، هقفل عليك وبتكلون كمان. الله يخلي بيتك، ايه الغدل ده؟ افتح لي يلا، انا بخاف من الكلاب. لا انا بقول برضو، وفضلت افكر ان ده المكان الوحيد اللي هحبسك فيه. يا اخي ده برضو زي اخواتك. يعني الكلاب كده زيك زيهم بالظبط، ما انت اخويا. بوم. ارميلي رمشي رمشي الهي منك ما تحرمش، انا عمري ما كنت بق بق بحبك. ما بتكسفش يعني كده؟ طب والله ما انا فاتح لك. ها لا والنبي يا محمد، ما تسيبنيش لوحدي، بالله عليك افتح لي. لا خليك كده يا ربي هربدوك. سلام. يا واطي بصوا بقى، احنا نتفاهم مع بعضينا لغايه ما حد يجي يفتح لي. انت يا الابيض، انت بتبص لي ليه كده وبتعمل ببقك ليه كده؟ الله يخلي بيتك. ايه ده، انت بتتحلق ناحيتي ليه؟ اخيرا الواحد كده بقى لوحده. يس. ومين قال لك يا محمد انك بقيت لوحدك؟ ده احنا تمام زدنا واحد. اعرفك شارلي صاحبتي الجديده وهتفضل معانا. يلا بقى يا شارلي، عايزك تسلمي عليه وتاخديه بالحضن. لا 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 شكرا، خليها بعيد. على فكره يا حماصه، انا كنت جاي افتح لك بس انت سبقتني. عارف يا محمد، عشان كده هخليها تسلم عليك وتاخدك بالحضن كمان. يلا يا شارلي هدوم عليك. الله يخرب بيتك، يعني انا احبسك مع الكلاب عشان يعضوك تتصاحب عليهم؟ ولا ما تسيبهوش.